انها حرة بيئية. حرة كلية هي مختلفة يعني. ده الوان زيت والسادة الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أكون حاضراً بينكم في هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية صلاح الدين بالتعاون مع مركز قضايا المرأة وقصر ثقافة الفيوم، ويسرني ويسعدني أن أبلغكم تحيات السيد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم الذي يغيب عنا الآن لظرف قهري، هو يقوم بتقديم واقب للعزاء في أحد شهداء الشرطة للأبطال من قرية العدوى بمركز الفيوم هنا. المرأة هي بيقال أنها نصف المجتمع، وأنا أعتقد أنها المجتمع كله. فأنا شخصياً عمري ما كان لي تواجد في البيت بمنتهى الأمانة، يعني أنا بقالي سنوات طويلة قاعد بره البيت، إنما وتركت امرأة قامت بدوري ودورها والحمد لله أفلحت، ربت أبنائي أحسن تربية. هذه هي المرأة التي المفترض أن الإنسان يشيد بها أو يتعلم منها، أو زي الأم مثلا الكريمة. الأم تركت فينا من ربتنا هي أمنا،